وبركاته. صباح الخير لأهل الخير. من شوي أسمع سورة يوسف وكلكم قد قراها أو سمعها، فلفت نظري في نهاية القصة لما طلع يوسف من الجب اللي سووه به أخوانه، ولما دخل السجن بسبب امرأة العزيز، ثم انطلع، ثم صار هو وزير المال، ثم جوه أخوانه محتاجين له. اللي صار بينه وبين أخوانه، الحوار اللي صار بينه وبين أخوانه يوم عرفوه إن هذا هو يوسف اللي الآن سووا فيه، ثم احتدوا جو حاورته معهم يوم عرفوا أنه يوسف، قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. رد النعمة إلى المنعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها كلام كبير كلنا محتاجينه، اسمع بالله، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف من اللي ما كربه؟ أخوانه طفل في البير، ثم طلعه الله عز وجل، ثم دخل السجن بسبب امرأة العزيز، ثم طلعه الله عز وجل. إيش السبب هذا كله؟ قال إنه من يتقي ويصبر شاء من شاء وأبى من أبى سيرفعك الله عز وجل وسيعزك الله عز وجل، شاء من شاء وأبى من أبى في الدنيا وفي الآخرة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سيعلو الله عز وجل ذكرك وسيرفع شأنك في الدنيا وفي الآخرة. كن مع الله ولا تبالي. من يتقي يعني فعل المأمور وترك المحظور، ويصبر أي يصبر على كذلك فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على قضاء الله وعلى قدر الله.